فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي في اخر نص ساعه من الحصه نتاعنا اليوم. الحكم السابق عبد الحميد الحاج في اثار الجدل الاسبوع الماضي بزوز فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه فيسبوك انتشروا برشا. فيديو اول كان ظهر فيه مع رئيس النجم السياح رضا شرف الدين يتهجم نوعا ما على الحكم نتاع المقابله، وفيديو ثاني كان عمله هو يتهجم على احباء الترجي في التونسي. معنا الحكم عبد الحميد الحاج في نحكي اكثر على اللي صار في الاسبوع الماضي. عبد الحميد اهلا بك. خويا مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام ومرحبا بك انت خويا اسلام. مرحبا. عبد الحميد ظهر لي كنت محل حديث تقريبا كل مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي، زوز فيديوهات عملوا شويه بوليميك ساعة. كيف جاء وانت لوجت عليها؟ شنو بالضبط الحكايه؟ خويا فما واحد يكون قاعد يلوج على الحكايه. ثاني عادي كمحب وليت من احباء النجم الرياضي الساحلي، فاهم اللعبه القذره اللي قاعده تصير في البطوله التونسيه. يعني طلعت للاستاد المسانده نتاع الجمعيه نتاعي، ريت الحكم يعني ما قاعد يقوم مستواه هزيل في مقابل اتحاد بن قردين هكا. اي اتحاد بن قردين النجم الرياضي الساحلي، رغم ان نعرف اللي الحكم ماذا وقلت عليه اللي هو المسؤولين نتاع النجم الساحلي والجمهور النجم الساحلي اللي هو حكم نظيف لكن خواف. اللي هو شكون؟ اللي هو اسمه والله ذكرني، والله لا نعرف اساميهم صدقني. باهي ذكرني تو نقول لك. نسيت الاسم نتاع هذاك سالتك انا. اللي هو حتى اني والله ما نتذكر اساميهم، حكام صغار ربي يعينهم، فما نظار فما ما نحبش نقول حاجه اخرى، لكن الحكم هذا بالذات اللي نعرفه اللي هو وليد نظيف ما عنده حتى شيء يعني في الخبث الكروي والخبث التحكيمي، لكن ضعيف شخصيه على الاخر. قدامي صدقني خويا والله قسما بالله الجوار نتاع بن قردين يسب فيه هو يضحك. الجيبسي يسول ويجول في التيران، وصورت الفيديو وهبطته زادا يسول ويجول داخل التيران ماشي بعد على الكاريته نتاعو 20 متر وعلى اليمين على اليسار يغزروا له واحد بينجم يكلمهم خاطر حكام ضعف شخصيه. كنت اللوطه ما تهجمتش عليه كما قلت انت، قلت له ظاهر في الفيديو اللي المتصور، قلت له خويا اعطينا حقنا سيد الحكم من فضلك. يعني ضغطوا عليه بنك نتاع بن قردين، ضغط عليه جوارات بن قردين بالسبان تحت حس مسك. مجدي بالحاج علي الحكم عبد الحميد؟ لا مش مجدي حاج علي، لا مش مجدي. الله اله الا الله محمد رسول الله. حاب نتذكر اسمه انا بدي نسيت اسمه، كان في مخي ونسيت اسمه. مش مجدي حاج علي، مجدي حاج علي هو حذر المباراة اللي باش تصير لبن قردين. مجدي حاج علي حذر للمقابلة اللي باش تصير بن قردين، اللي خرج ورقه حمراء وفرق في الصفر كما يفرق فيهم كما في دار العرس نقولوا يفرقوا في البقلاوه. باش ليتوال تلعب ناقصه اكثر جوارات باش تجي بن قردين حاضره مريقله يعطي الصحه. هذاك عنده خبث تحكيمي وخبث نتاع تصفير والله اعلم. عبد الحميد خليتك انا ولا ما عندوش تعليمات ظهر لي الورقه الحمراء نتفكر اللي اعطيها وقتها وجدي كشويه كانت في بلاصتها صحيحه معناها. يا اخوي لوجوا عليها يا حكام في بلاصتها تنجم تعطى صفرة هذيك. لا صفرة هي صفرة كم نجم نعطيها صفرة هي صفرة ثانية يا عبد الحميد هي صفرة ثانية. تي نعرف انا نحكي لك على الصفرة الأولى ما تعطاش، أما الصفرة الثانية هي هذيك تتعطى. نحكي لك على الأولى، خلينا نحكي لك على الأولى تعطاها الصفرة الأولى ما تعطاهاش الصفرة الأولى. نحكي صفرة برك ما تعطاهاش حمراء. يقول كان ما جاش بسوء نية الله أعلم، هو ربما جا بسوء نية ولا بحسن نية. اي يقول قائل الاتحاد ليتوال ربح ضد اتحاد بن قردين، كان هو عنده سوء نيه كما تحكي انت ما تربحش ليتوال. قلت لك الحكم اللي زفر بن قردين نظيف اي لكن خواف، اما الحكم اللي زفر الماتش اللي قبل بن قردين هذاك الله اعلم شو في مخه جايب تعليمات ولا مش تعليمات. اي اما الصوره اللي ظهرت فيها عبد الحميد انت حكم سابق تبارك الله وكنت في مستوى كبير برشا معناها تتهاجم معناتها حتى على زملائك الحكام معناتها اللي كنت في نهار من النهارات بلاصتهم انا انت كنت بلاصتهم في نهار من النهارات ما نعرفش كلي مش حلوه التصوير كان فما حد اخرين مثلا تحكي معاهم بالتليفون قبل الماتش بعد الماتش اما كلي خرجت من الدوله نتاعك ولا؟ يعني اول حاجه اني كنت في التحكيم كانوا زملائي توا الحقيقه عندي اربع كعبات خمسه كعبات نظاف نشرف بهم باش يكونوا زملائي، لكن فما عباد فما حكام ما نشرفش يكون زميل نتاعهم.
أول حاجة. ثاني حاجة خرجت من منظومة نتاع التحكيم، ما عادش وليت حكم، وليت تو محب النجم الرئيسي أهلي. رجعت الأصلي كما كنت قبل، كنت لاعب في النجم الرئيسي أهلي ومحب النجم الرئيسي أهلي، تو رجعت كما كنت. يتفاعلوا معنا صفحتنا في فيسبوك، قولوا الحكم أسامة بن إسحاق. أسامة بن إسحاق يعطيك صح، هذاك هو. واضح. أسامة بن إسحاق هذا حكم نظيف لكن ضعيف شخصية على الأخر. اللي نعرفه الحكم عنده شخصية قوية، نعرفه بالقدا أسامة، حتى من اللي صغار أنا كنت حكم وكنت نعرفه بالباهي، عنده شخصية قوية برشا أسامة. صدقني ولا ما تصدقنيش، قسما بالله سبت فيه قدام ويضحك، يضحك المشكلة يضحك. ما خرج له حتى شيء. يضحك. قدامي سبت فيه قدامي، من با 3 متر. سبت فيه قدامي وقلت له ونعيط له. أنت باش تراه حكم قوي شخصية، خلينا بالكواليس اللي اللوطة ما تنجموش تسمعوا. أنت فما أونترونور يسولو يشوف في التيران، يخليه الأربيتر زعما يروح له ما دخلش للتيران، هو خرج من المنطقة الفنية نتاعو معناها. خرج من المنطقة الفنية وزر قداش مشى، ما عندوش حق باش يخرج. ينبه عليه مرة الأولى مرة ثانية يحط. إيه ماهوش خطأ جراف، تقول أنت متحامل شوية عبد الحميد وليت على الحكام ولا ماهوش حاجة كبيرة معناها، خرباية أوكي خرج غلط صحيح. اما واش حاجك اللي قراب على الاخر معناه؟ يعني نعشق الحكم اللي عنده شخصية. شنو اللي باش يبدل معناه كي خرج حسان الجابسي من المنطقة هذيك معناه؟ ما واش حاجة كبيرة. كومبورتمون. إيه متفاهمين. شخصية الحكم هذيك. أما تستاهلش باش تعمل لحظة البوليميك هذي الكل اللي صارت ولا؟ لأني ما حكيتش على الجابسي اللي هذيك، لا هذيك ما تعنيني حتى شيء في الماتش. تعنيني في الماتش اللي مثلا الكفران اللي جابت البونتو ماهيش كفران بكل. نحكيو أمور فنية كرة. خويا تحكيمية أنا. عمل كوفرتير على الكورة نتاعو جوار ليتوال ظفر كونتر واحد. اي عبد الحميد كفرونشيب البونتو في المحصلة نفهم انا كنت اسمعني عبد الحميد نتاع اربيتر يدز شوية مع بنجر. اي باش نتفاعلوا مع بعضنا ما يسالش. في المحصلة معناها مادام ليتوال ربحت يقول القائم مادام فماش سوء نية، حتى اخطاء كما قلت انت صارت نمشي معاك اخطاء، معناتها سوء بحسن النية معناها هذاك معناتها حد. يعني كلمت وراه ما بين الشوطين شد في بالك اللي هو دوزيام ميتون اللي شد الثنية معناها. مش اخر الماتش راه ما تشوفش تصويره خايبه الحكم سابق معناتها يظهر في الموقع هذاك، وانت كنت حكم تصور كان يصيروا حتى كما هكا تتقلق منهم، كنت مش تولي انت تعمل فيهم ولا لا؟ ما تصدقنيش نسمع فيك هيك. يعني كي كنت حكم نظفر نهار اللي نبدا مرتاح نطلع المنصه الشرفيه، نبدا الاربيتر اللي يجي كونتر ليتوار نوقفوا عند حده ونهبط حتى للفيستيريت اللي تصعد. وانت حكم واني حكم نظفر ما نتصورش انه اكزومبل باهي معناها هذا ولا ونوبخو ما نسوفش اكزومبل باهي ولا؟ ماهوش اكزومبل باهي مثل الحكام تفهم مقدرها. خاطر ما عندناش حكام رجال الا من رحم ربي معناها الا ما نوصلوش لا. ما نوصلوش للرجوليه، ماهيش فرق في الرجوليه عبد الحميد. لا رجوليه التحكيم نحكي، لا 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 مانيش نحكي رجوليه بصفه عامه، لا لا رجوليه التحكيم. نقول لك راجل في الميدان راجل سيد معناها بلغه اخرى، خلينا نحكي رجوليه سيد، ما عندناش حكام سيوده. ما عندناش حكام صحاح بلاش. سؤال عبد الحميد، انت كنت كما كنت تحكي قلت لي توا حتى مانيش نزفر نطلع نشجع في ليتوال الفوق. كيفاش كنت تزفر معناتها الفرق منافسه ليتوال وانت لابس مريول معناتها وانت معناتها في داخلك متعصب هكا للنجم الساحلي معناه؟ يا اخي يعني مال الواه ما عادش نزفر للترجي التونسي خاطر يعرفوني متعصب للنجم الرياضي الساحلي. زفرت له زمان شويه كل ماتش ياخذ احمر، قال لي كذا يتولي يستخدم صحه النجم الرياضي الساحلي، واني كي نعرف نزفر نعطيها حقها لا نزيد لها ولا نقص لها، كل واحد ياخذ حقه. مي نقعد ديما محب للنجم الرياضي الساحلي بما اني كنت لاعب النجم الرياضي الساحلي من الاصغر حتى للجونيور. اي ما كي تكون في الميدان انت معناتها ظهرت لي متعصب برشا ليتوال معناها، معناتها وانت حكم ما تنجمش معناها تكون بالطريقه هذه وانت تزفر باش تعطي حق الناس ولا؟ مثلا صحيح. مثلا صحيح. شنو راني صرت تيران نعطي حقه، يولي نحيو المريول ونحيو حب الجمعيه، يولي كل واحد ياخذ حقه. هذا شنو اللي عشت به يعني في الكوره 20 سنه تحكيم، ممكن عملت غلطه قراب الوحيده هي ماتش الساقس والمرس تقريبا. هذيك اللي خرجت عليها برشا كلام هي جد النجم الساحلي راهي تمشي في بالك اللي هي مع للنجم الساحلي هذيك وقتها ليتوال تلعب على الشامبيونا. اي اما خرجت راهي تاي اوفيسيال شامبيونا عند ليتوال. اي اما استفاد منها وقتها عرفك السابق اللي لطفي عبد الناظر كنت تخدم عنده في الشركه نتاعه ولا؟ لطفي عبد الناظر اللي هو كان عارفي في الوقت من الاوقات صحيح.
على ذيك معناتها برشا يقولوا عبد الحميد معناتها ماكش باش انت باش تقدم المثل ولا تنقد التحكيم ولا نظافه القطاع في الوقت اللي انت كنت تخدم عند لطفي عبد الناظر وتزفر للسي اس اس وظلمت وقتها مستقبل المرسى معناها. يعني صحيح صار فيها ظلم، الحمد لله يا ربي ضميري مرتاح وربي شاهد علي على اللي نقول فيه، اللي يعني ما ريتهاش في الانتيكي تتعاود ألف مره ما نجمش الراه وما نزفرهاش، وربي شاهد علي اخاف لا منك ولا منهم ولا من الجامعه ولا نخاف من حد. ربي هو اللي شاهد عليا نهار اخر على الكلام اللي قلته واللي قاعد نقول فيه حتى لتو. البلانتي هذيك قسما بربي لا ريت. سبحان الله. معناتها ما سافرتش خاطر تخدم في عرفك ولا حاجه. لا. ان شاء الله اخويا تطيح لي في صحتي وفي صحه صغاري كان اني ريت وما سافرتش. ما اكثرش من هكا معناها. باهي. واني خرجت عندي 5 سنين ولا قداش معناها ما نصورش كان. الفيديو الثاني عبد الحميد ظهر لي المستوى هبط فيه برشا برشا برشا، شفنا حتى قلت برشا كلام في حق جمهور الترجي، قبل قلت للترجي قلت اتهمتهم بحاجات معناتها ما نعرفش صحيح ولا غلط، لكن انك تسب جمهور ما تشوفش كي اللي هبط المستوى من حكمنا وما تكون ارقى من حاجه هكا. اعطيني انت كلمه اني قلت لا عندك الفيديو. قلت لا شفتك. اعطيني كلمه اللي اني سميت فيها جمهور الترجي. لا قلت حوثيه. لا هذه قلت انت. شكون قال لك جمهور الترجي يعني قلت في حوثيه؟ انت قلت جمهور الترجي حوثيه هكا. شكون عندك الفيديو اللي جمهور الترجي انت حوثيه؟ اي عندي الفيديو كنت اسمع فيه ديجا. ما قلت جمهور الترجي ورجع الفيديو ورجعت له اليوم الصباح وما فيش جمهور الترجي حوثيه. بالكش نسيت ولا حاجه هكا خو. لا عندي الفيديو قلت لك رجعت له اليوم الصباح، ما هما قالوا باش يقدموا قضيه عدليه اللي اني قلت فيهم حوثيه. لا ما جبتش الترجي كلمه الترجي في الحوثيه ما فماش. هي بيت هجمت شويه على الجمهور ولا ربما شنو ربما ما تعرفش روحك شنو قلت. يعني هم يصادوا لي شنو الغلطه اللي اني باش نقولها باش يردوا الفعل، لكن نقول لهم هيهات ما نحصلكمش. ما فهمتكش. اذا انتم تستناو في الدوره يعني اني واقف روحي في الدوره. ما فهمتكش شنو تحب تقول. معناها اذا هما يستناو لي في الدوره باش يعملوا دوسي للياني باش يقدموا قضاء عدلي، احنا مرحبا بالقضاء مثلا كان القضاء تبعنا، انا برشا ما نحكي وانا برشا ما نقول. اما هما اذا يحبوا يقولوا لي اني قلت في جمهور الترجي بالقول والفعل الترجي يا حسين مستحيل ما قلتهاش. ما بون نحب ما يتعديش كلام كيما هكا، اما متاكد عبد الحميد اللي انت قلتها وكنت تسمع فيه الفيديو الصباح. يمكن نسيت يمكن ما عادش والله. فما كلمه الترج ارجع للفيديو مره. اي باهي. فما كلمه اخرى تقالت اما ايه. ما تقالتش الترج. تي شنو بعد ما قلتهاش اما تقصد فيهم تحب تقول هكا معناها؟ الله اعلم خويا اني ما نجمش نجاوبك على السؤال هذا. تتلاعب معناها بالالفاظ وبالكلمات. بطبيعه الحال يا اخي فما خبث. اي ما يجي مانيش نحكي. فما خبث. مانيش نحكي على ربما ربما ما نقصدهمش هما. الله اعلم خاطر اني نعرف متاكد اللي فما عباد تنتظر فيا باش نطيح باش هما يقوموا باللي تقصد فيهم هما عبد الحميد. يعني هذا اللي يمنعني خويا الضغط اللي اني متسلط عليا خويا. انت تو ريت الفيديو ما ريتش الضغط اللي متسلط عليا في التليفون نتاعي مثلا اللي هبطوا السيد المحترم جدا وديع جيري في الفيسبوك اللي هو لتو وقتنا هذا اللي المساجات نتاع التهديد والسبان والشتم في عرضي وعرض صغاري وفي نفسي اني وفي شخصي اني، هذا ما يراش الراي العام. عبد الحميد الا فيديو هبط. انت حكم سابق وما موت ترفع تهبطش المستوى هذا، الناس كلنا تسبوا حتى نحن كصحفيين وانا بالذات نتسب من الجمهور الكل معناها وعادي ما تجاوبش ما تهبطش للنيفو هذاك حتى في فيديو اون بيبليك معناها. ولا وكلامك صحيح راه لا غالب تعتذر عبد الحميد معناها اسم يوصل مساج يعني كيما وصل لي يعني مساج فهمت كيفاش؟ تعتذر ولا على الكلام اللي قلته؟ تراه اللي هو مستوى طايح شويه، احنا راهو المجتمع التونسي اغلبيتنا خلينا نشوفوا النخبه الكبار اغلبيتنا مستوانا مش مريقل راهو. عبد الحميد تعتذر على الكلام اللي قلته ولا ما ندمتش؟ مستحيل ما نعتذر على حد شيء يعني. ما ندمتش يعني اذا نقول حاجه ربما ما نرجعش بها للتوالي ديما نقدم من قدام. هي حتى لو كان الحاجه هذه غلطه معناها ما تجيش ما طيح لك شويه من المركز نتاعك ومن قيمتك ومستواك. والله كان في فما بعض الاشخاص اللي راهو يعني طيح لي من قيمتي، فما بعض الاشخاص اللي قالوا لي برافو شابو ليك. ما يتقالش كلام كيما هكا معناتها نتصور الجمهور اللي توال هو اللي اما نتاع جمهور معناتها لاعب بجمهور فبعضهم ما يسيرش تعدى ما حكم ما يهبطش نتصور المستوى هذا ولا والله يا اني في قناعه شخصي وقناعتي اني شخصيه ما قمتش بالغلط. واضح.
يعطيك صحة، شكرا لك عبد الحميد على تدخلك معنا. ربي يفضلك ومرحبا بكم الناس الكل. موزيكا ثم مواصلين في فير بلاي في آخر جزء من حصة.